على طاولة واحدة وفي وقت واحد تجتمع هذه الأسرة لصناعة فوانيس رمضان باستخدام الكرتون والقماش الملون وبعض الإكسسوارات. صناعة الفوانيس ليست جديدة، فالأم كانت سنوياً تصنعها لتزيين المنزل قبيل رمضان. أما هذا العام فالأمر بات مختلفاً مع التزام العائلة بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، فقرر الجميع تعلم صناعة الفوانيس وملء وقت الفراغ الطويل. الآن في أزمة كورونا والجائحة اللي احنا بنمر فيها، فصاروا قاعدين في البيت دائماً، ما بيطلعوا لا بينزلوا، حفاظاً على صحتهم وصحتنا طبعاً. ففي وقت فراغ طويل جداً بيجلسوا في البيت ما بيعملوا أي شيء، فحبيت أني أنا أستثمر هذا الوقت الفراغ في شيء إيجابي، يحطوا يعني يفرغوا الطاقة كمان اللي عندهم، بدهم يلعبوا كمان، بدهم يفرغوا اللي جواتهم. فأنا جسدته في الفانوس نفسه، هم يطلعوا كل الطاقة اللي عندهم في الفانوس. انتشار هذه الفوانيس المتقنة الصنع عبر صور خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الإقبال عليها كبيراً، فبدأت الطلبات تتوالى على الأسرة من قبل التجار أيضاً لسد حاجة السوق إلى الفوانيس. شافوا بعض أصحاب المحلات فطلبوا مني 10 فوانيس، 5 فوانيس، 15 فانوس، وقالوا عمل في نقص في السوق بسبب اللي هو إغلاق المعابر، بسبب اللي هو جائحة كورونا فيش صعوبة في التصدير والاستيراد، فإذا في إمكانية تغطينا بعض الفوانيس لبعض المحلات استقبالا لشهر رمضان. فتم الاتفاق وتبيت أنا يعني أصنع لهم وزودت الكمية، وبدأ إلها سوق في المحلات في داخل سوق خان يونس تقريبا. إجازة مدرسية طويلة حظي بها الأولاد استغلها بعضهم لتعلم مهارات جديدة في مجالات عدة، كما هو الحال هنا، فلكل واحد منهم مهامه في استكمال صناعة الفانوس ليعزز ثقته بنفسه بأنه عنصر فعال ومنتج، خاصة وأن العائد المادي يوزع عليهم. بكون مبسوطة كتير مع أهلي وبعمل المهمة تاعتي، إني ألزق الكريستال على الفانوس والزينة تاعته وأشيل الشوائب عن الفانوس. بحس حالي أنا مبسوط، وبحس أنا كل تفصيل أنا اللي عملته وأنا اللي جهزتها. تباع هذه الفوانيس بأسعار تتناسب مع الوضع الاقتصادي الضعيف والقدرة الشرائية للمواطنين، ولسان حالهم يقول لا بأس ببعض البهجة في ظل الأزمات المتعددة وآخرها أزمة انتشار فيروس كورونا التي يشترك بها العالم. وسام ياسين، الحرة، غزة.